برعايه ملكيه ساميه تنطلق اليوم النسخه السابعه من معرض البحرين الدولي للانتاج الزراعي مع مراعي 2024 بهويه جديده ومشاركه واسعه من مختلف الجهات، حرصا منها على تعزيز الاستثمار في القطاعات الزراعيه والحيوانيه. تماشيا مع التزام مملكه البحرين بتحقيق اهداف التنميه المستدامه 2030 وتأطيرها ضمن برنامج الحكومة 2023-2026 تستعد المملكة لاحتضان معرض البحرين للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024 في نسخته السابعة والذي يعد واحدا من أكبر المعارض الإقليمية على مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني هذا وقد أقيمت ست نسخ حتى الآن من المعرض حظيت بمجملها بمشاركة محلية وإقليمية وحضور جماهيري كبير، وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية سياحية مميزة، حيث يعكس المعرض نجاح الخطط المتعلقة بتوفير منظومة عمل متكاملة لتعزيز جهود الأمن الغذائي وتنويع مصادره والتشجيع على الاستثمار فيه بما يرفد الاقتصاد الوطني وتحرص مملكه البحرين من خلال النسخه السابعه على تعزيز جهود الامن الغذائي استكمالا للمبادرات والمشاريع الاستراتيجيه الهادفه لرفع مساهمه القطاعين الزراعي والحيواني حيث يمثل معرض مراعي 2024 منصه لعرض ما تمتلكه مملكه البحرين من بعض السلالات النادره في القطاعين وتتمحور اهداف المعرض حول تعزيز الانتاج الزراعي والحيواني من خلال عرض احدث التطورات التي تستخدم في تطوير صناعه هذا الانتاج وتعزيز التواصل بين المزارعين والمشترين وزياده التفاعل والتبادل التجاري بين العارضين والمشترين